السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلبة وطالبات الصف الثاني والقسم العلمي والأدبي. النهاردة إن شاء الله هنستكمل ما بدأناه في مادة تقنية المعلومات، هنكمل وصلنا للفصل الرابع تحرير النصوص التشعبية. طبعا بدأنا في لغة البرمجة لغة ال HTML، وخدنا كيفية ظهور اللغة نبذة مختصرة عنها، وخدنا كيفية تنسيق النصوص وكيفية بداية في إنشاء برنامج. النهاردة عندنا حاجة اسمها تحرير النصوص التشعبية. الأول نبذة عن الروابط التشعبية. بقول لك إنه الروابط التشعبية دي تعتبر روح الإنترنت. يعني أنا مثلاً أي برنامج أو أي موقع موجود في الإنترنت أو أبليكيشن لازم بنلاقي فيه روابط تشعبية. روابط التشعبية دي اللي هي عاملة زي الخيوط بتاعة العنكبوت. لو اعتبرنا إنه شبكة الإنترنت عبارة عن شبكة عنكبوتية، فالروابط التشعبية دي بالنسبة لها تمثل الخيوط وتمثل روح الإنترنت. يعني أنا مثلا أنا موجود في صفحة من صفحات الإنترنت، عايز أعمل باك اللي بيرجعني للصفحة السابقة أو بيوديني نكست في الصفحة التالية، الروابط التشعبية اللي بيحركني وبيخليني أضغط على الرابط أو أضغط على اللينك أو أضغط على لينك الصورة أو لينك الموقع، الروابط التشعبية. طيب بعدين عندنا الروابط النصية. الروابط النصية، تمام. الروابط النصية في البداية عندنا تستخدم الروابط النصية الداخلية للتحرك بين صفحات الموقع نفسه، للتحرك وتستخدم للتحرك أو الانتقال في صفحات الموقع نفسه، كالانتقال من صفحة فرعية إلى صفحة أخرى فرعية، أو إلى صفحة رئيسية من صفحة رئيسية إلى صفحات أخرى رئيسية. طيب أنا عشان أتحرك داخل النصوص هذه بستخدم إيه؟ بستخدم واسم البداية والنهاية، اهو الروابط النصية. نستخدم الوسم ايه و ايه، طبعا بنستخدم معاه معامل اسمه معامل هارف، تمام، اللي هو اختصارة هايبر تكست ريفرنس، تمام. وايضا بنستخدم ايضا اختصار كلمة انكور، كلمة اضافية. ده الكلام ده احنا بنستخدم فيه الروابط النصية. يعني الروابط النصية بمعنى اوضح، الروابط النصية لما بنحب نتحرك داخل الموقع اللي احنا بنعمله بنستخدم هذه الروابط النصية، وبنستخدم الوسم A أو A شرطة، تمام. بعدين عندنا حاجة اسمها الروابط الخارجية أو External Links، الروابط الخارجية. الروابط الخارجية External Links، أنا بستخدم الروابط الخارجية ليه برضو؟ بستخدم الروابط الخارجية لما بحب أضيف موقع، أو أحب أضيف موقع ياهو، أو أضيف مثلا لينك بتاع أي حد من برا. وبرضو بستخدم في الوسم إيه؟ نستخدم الوسم إيه و إيه سلاش، تمام، مع المعامل H E R F، وقلنا هايبر، قلنا اختصارتها هايبر تكست ريفرنس، تمام. وبعدين عندنا حاجة اسمها روابط الصور، رقم 3، روابط الصور. ازاي انا بضيف صورة داخل هذا الموقع او داخل هذا الصفحة اللي انا بعملها؟ من خلال وسم، نستخدم وسم اي ان جي، وسم IMG، تمام. وبيكون الوسم هذا وسم مفرد بيتكتب مرة واحدة، بيتكتب في النص جنب الهارف، جنب الهارف IMG. يبقى احنا استخدمنا الروابط النصية، استخدمنا الروابط الخارجية، واستخدمنا روابط الصور، تمام. عندنا بعد كده، بعد ما استخدمنا روابط الصور، عندنا حاجة اسمها روابط البريد الإلكتروني، رقم 4،
روابط البريد الإلكتروني، إزاي أنا بضيف رابط للبريد الإلكتروني زي مثلا الجيميل أو الياهو. برضو بستخدم فيه حاجة اسمها ARF، أو بستخدم عامل اسمه عامل مايلتو، أو بستخدم حاجة اسمها Compose New Message عشان أضيف هذا الرابط للبريد الإلكتروني اللي معانا دلوقتي. يعني أنا مثلا عشان أضيف الرابط البريد الإلكتروني ده في الموقع، أي موقع مثلا بيجي لك بيقول لك اضغط على الرابط أو اضغط على البريد الإلكتروني، بنستخدم هذا العامل. طبعا لاحظ إن احنا بنستخدم حاجة اسمها مايلتلو. معامل اسمه معامل مايلتلو، تمام، عشان نضيف البريد الإلكتروني. يبقى احنا ضفنا روابط نصية، ضفنا روابط خارجية، ضفنا روابط صور، وضفنا روابط البريد الإلكتروني. طيب الواجب بتاعنا في النهاية، الواجب سين، اكتب برنامجا توضح فيه كيفية إضافة رابط بريد إلكتروني. بريد إلكتروني إزاي أنا بضيف البريد الإلكتروني. طبعا هنلاقي البريد الإلكتروني موجود في صفحة 53 حل الواجب في برنامج مستقل بذاته نقدر نكتبه. في النهاية نرجو أن تكونوا قد استفدتم بهذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.